يعني بحسبة بسيطة أنا أحب أقول لأخويا إنه واردات الكهرباء عن الطاقة المجهزة. شوف أستاذ علي، عن الطاقة المجهزة يعني اليوم الطاقة مو المنتجة، يعني الطاقة المجهزة اللي يفترض أن تطلع بها قسائم الكهرباء وتصدر من مركز النظام. طيب. تعرف يفترض شهريا إيش قد تكون؟ يفترض أن تكون 4 تريليون دينار عراقي. تدري هذه طبعا عن الطاقة المجهزة، المجهزة سواء للأصناف الحكومية يعني لدوائر الدولة أو المستهلكين سواء كان سكني زراعي تجاري صناعي، طبعا مع الدعم المقدم للسكني بنسبة 90 للزراعي 60 للصناعي 70 وهكذا. يفترض وهذه يمك أستاذ علي وأنت تقدر الحال، يفترض أن تكون 4 تريليون دينار عراقي عن كلفة الطاقة المجهزة. تدري أستاذ علي إيش قد يرد للدولة من عندها أو إيش قد يرد لوزارة الكهرباء منها شهريا من هذه 4 تريليون؟ يرد 800 مليار دينار عراقي فقط. طيب. يعني 3 تريليون و200 هي من جملة الضياعات.